السلام عليكم الإخوان، كي دايرين الأخوات؟ بخير، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ إيوا الحمد لله. اليوم غادي ما كاين لا طياب لا والو، بعداك من الأول من الآخر نجيكم ما كاين لا طياب لا والو. المهم هاد الفيديو بغيت نديرو واحد اعتراف بالجميل، ولكن قبل ما نبدا الفيديو إن شاء الله، بغيت كانت في هذه الغيبه ديالتي وقعوا بزاف الاحداث. واحد الاخوان والاصدقاء ديال الشغل وبعض الاصدقاء ديال فيسبوك وهذا كانوا عندهم، المهم توفوا لهم بعض الافراد ديال العائله ديالهم، وهذا اش غادي نقول لهم؟ انا لله وانا اليه راجعون، هم السابقون ونحن بهم إن شاء الله لاحقون. تمنى لهم الصبر والسلوان، والله يصبرهم على فقدان الأعزاء ديالهم إن شاء الله. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، تنشكر جميع الإخوان والأخوات اللي تضامنوا معايا في المحنه ديالتي اللي كنت فيها، مشيت للمستشفى والدعوات ديالهم والمواسات، الحمد لله كل الامور داس بخير وعلى خير. وهذا المهم غادي نعاود لكم واحد التجربه خاصه اللي وقعت لي في المده ديال الغيبه ديالي. هو كنت في المستشفى صراحة، غادي نهضر على هاد المستشفى ملي مشيت ليه. المهم كانت عندي واحد الفكرة بعدك خاطئة في الأول، أنا كنت شوية مريض وما بغيتش نمشي للمستشفى، لأن سمعنا هاد المرض وهاد الجنيحة اللي غادي يدخل المستشفى غتوقع لي شي حاجة وهذا، وما كاينش الاهتمام بالناس، وما كاينش كاين الفوضى وكاين الأمراض والميكروبات. هذاك اللي خلاني دعاني ما خلانيش نمشي للمستشفى، ولكن التأخير ديالي هو اللي وقع دار لي واحد المشاكل وهذا. المهم بصفتي الشخصيه غادي نعاود لكم ونقرب لكم هذيك الظروف اللي كنت عايش فيها في المستشفى، وفي هاد الظروف ديال هاد الجريحة والجريحة سميتها كاع ماشي يقولوا لها. المهم راك عرفتوا اش علاش نهضر. انا وصف لكم شي شويه الايام اللي كنت فيها تماك في المستشفى. صراحه انا غادي تستغربوا هذاك الشيء اللي غادي نقول لكم اليوم. المهم باختصار، غادي مشيت للمستشفى بعد ما دوزت تحاليل. في الحقيقه اللابوراتوار، الدكتور ديال اللابوراتوار هو اللي اتصل بي شخصيا وقال لي دابا تمشي للمستشفى، واختار اي مستشفى تمشي ليه. بقيت نشوف، لقيت قلت واحد المستشفى قريب ليا غنمشي ليه، ما تنعرفوش انا اول مره، المهم هي قريب للدار عندي وصافي. قلت لي غنمشي لهذاك المستشفى، قال لي صافي غادي نتصل بهم اي غتمشي غادي يدخلوك. وفعلا هذاك الشيء اللي وقع صافي، ملي قال لي هكا جمعت حويجاتي جمعت المسائل، عارف راسي غادي نمشي للمستشفى ونمشي للسما وصافي. اي فوا وصلت للمستشفى دخلت، السلام عليكم طان انت هو فلان؟ اييه عرفتي، دخلوني ديريكت مباشره. اول حاجه تدخل المستشفى هي تتحيد ولدي حويجاتك، تحيد كاملين وتلبسك واحد الطابيه ستاندار اللي كاع المرضى اللي في المستشفى كلهم تيلبسوهم، كاينين اختلاف الالوان وصافي، اما هما ما تبقاش لابس حوايجك ولا شي حاجه. يعني جميع المرضى اللي يكونوا في المستشفى تلبسوا واحد الطابيه خاصه ديال المستشفى، يعني تتحيد حوايجك، يعني السواسيه كلشي المرضى سواسيه تيوليو كلشي بحال. هذه النقطه الاولى اللي مهمه. النقطه الثانيه،
هي دخلت دخلوا للسيستم عمتي عارفيني نهار دخلت لهاد كندا عارفيني كاع الامراض اللي عندي كاع الادويه اللي تنشرب الصيدليه اللي تنمشي ليها كل شيء خرجوه ليا هما عارفين عمتي ما سولوني ما قالوا لي حتى شي حاجه تيدخلوا للسيستم تيضربوا النمره ديالتي وتيخرج لهم كل شيء وهذا الشيء وهذه النقطه بالذات هي اللي بغيت نتكلم تنقارن هذا الشيء تنقارنه مع المغرب المغرب الفرماسيين بوحدو وقت تمشي تشري من عنده ما تيعرفك ما تي هذا ما كاين لا ورقه تمشي عند الطبيب حتى هو ما عارفكش تمشي للكلينيك حتى هو عارفك عب بوحدو كل واحد يعرفك عب بوحدو يعني ما كاينش واحد السيستم انفورماتيزي ديال كاع الناس المغاربه اللي كاينين سكيفين بقيت نفكر كيفاش غادي نوصلوا لهذا المستوى ديال هذه البلاد مثلا باش يكون السيستم ديال لا سونتي يكون انفورماتيزي يعني اي واحد يدخل يمشي في ممشى يمشي اي مدينه ولا يمشي اي فارماسي راه معروف واش تيعرفوا الدواء اللي تيشرب وتيدير هذا وهذا بقيت نفكر يمكن قلت 50 عام ولا 100 عام الله اعلم وحاش غنوصلوا لهم والله وتا دوك الناس مساكن دوك الحقوقيه اللي تيبقى يكريتيكو في الصحه وهذا وهذا والله العظيم انا بانوا لي هاتي ضيعوا الوقت الصحه والله ما تانفورماتيزاش وما جاش شي حزب ولا شي حكومه اللي غادي تقول لك فوالا غادي نديروا من هنا 10 سنين ولا 20 عام غادي نقادو والله العظيم الا السيستم ديال الصحه غادي يبقى هو ما غادي يتبدلش ما غادي حتى واحد يحلم انا هادشي اللي بان لي انا تنقول لكم تجربتي الخاصه هادشي اللي شفت انا بعيني تجربه خاصه المهم هادي انتر بارونتيز خلاو هادوك سمعتي المهم انا ملي دخلت للسبيطار عطاوني الطابليه بحالي بحال الناس بحال هادي كلشي المهم بداو التحاليل التحاده كلشي مسائل اش غنقول لكم الاخوان والله العظيم بصراحه انا ما عرفتش واش كنت محظوظ ولا لا انا هذيك الجناح اللي كنت فيه عطاوني بيت ناموسيه الكتريك كلشي فيه الكتريك كاين واحد ديزارموار فين تنحط حوايجي نحط المسائل عرفتي كلشي مجهز كلشي مزاد الفوطات موجودين كلشي موجود والحمام والدوش يعني والله العظيم كنت حساب راسي انا بحال اللي جاي شي كلينيك المهم بحال داكشي ديال المغرب شي كلينيك اللي غادي تخصك تخلص واحد الملايين ولا ما عرف شحال المهم هادشي اللي شفت كان بعينيا اما بالنسبه للمعامله ديال داك الستاف ديال لا سونتي اش غنقول لكم بعداك والله العظيم اقسم لكم بالله شوف ما تفهموش شي حاجه اخرى بلا ما تمشيو بعيد ولا شي حاجه المهم هادوك لي زانفيرميير ولا داك الستاف اللي كاين تما والله العظيم ما عمري ما شفتهم في الزنقه عرفتي ما عرفتهمش واش دريات صغار عندهم 16 عام ولا 17 المهم كلشي صغير داك الجمال سبحان الله العظيم ملي تتشوف فيهم والله العظيم الى البراءه في وجههم كيفاش قراو والله اعلم المهم داكشي ما نعاودش لكم والله ما نعاود لكم هاتي كلشي بخير واش غنقول لكم الحمام والله العظيم عندي ما كاين لا شوف ما كاين لا البط ولا وز كاين على الحمام تنقول لكم شوفوا ما تمشيوش بعيد عفوا واحد المهم باش نعطيكم واحد صوره تقريبيه المعاملات والله العظيم اش غنقول لكم المعاملات الضحكه الابتسامه اي حاجه طلبتيها منهم تتنفذ والله العظيم فراكسيون سيكوند قول لهم بغيت كاس الماء يطيروا تلقى كاس الماء محطوط عندك جابوه ملي تبغي تضرب لك شي وحده البرا ولا تاخذ لك داك تاخذ ديك دير لي زاناليز ديال الدم عرفتي الا مشيتي حتى قلتي انت اي هي تتبكي بلاصتك هي تجيها البكيه انت تقول اي هي تتغوت تيبقى فيها الحال
نكذبش عليكم، انا وليت ذاك السويطر عجبني الحال، جلست ناشط مزيان بخير، عرفتي الموعان، والله ما نكذب عليكم، شي نكون كنت وزير، كنت وزير هذيك المعامله اللي تعاملوا معايا هو هذوك الناس، انا ماشي ماشي يمكن الشخص تعاملوا معايا، انا داكشي تنشوف به قدام عينيا مع كاع الناس، كاين الناس، ولكن انا اللي تنحس بداكشي كثير، تيجيني انا داكشي كثير على المستوى ديالنا اللي مولفين هنا، يعني كيفاش الدكتور تيهضر معاك، كيفاش لي زانفيرميير، واحد الحاجه اخرى هذوك لي زانفيرميير والطب والمساعدين ديال الفرمليات ومع دوك اللي تيشطبوا، والله ما تفرق بيناتهم، عرفتي ما تعرف لا شكون انفيرميير شكون المساعد ديالها شكون اللي تيشطب شكون اللي تيجيب لك الماكله، كلهم لابسين كساوي بحال تيتشابهوا، والله ما تعرف شكون، انا تيجي وحده تاخذ لك الدم تتقول لها شي حاجه تتقول لك لا بلاتي نعيط على الانفيرميير، وتقول لها شكون انت زعما تاخذي الدم، حنا بالنسبه لينا راه اللي تياخذ الدم هي شي انفيرمي، هما عندهم سبيسياليتي كل وحده تدير شي حاجه. المهم المعامله مزيان، وفي نفس الوقت في السبيطار اي حاجه تتقولها والله شنو نقول لكم، شي عرفتي عطوني واحد الفانيد وداك الفانيد ضرني في كرشي، عرفتي عتي عطوني تنشربو الوجع تينوض ليا في الكرشي ديالي، قلت لهم من النهار الاول قلت لهم راه ضرني، خلي ما داواش في بزاف شي في العشيه ولا مع الغد، الغد نفس المشكل نفس المشكل، قلت لهم هذا ما يتجمعوا، قلت لهم راه عرفتي راه المسارين تيتحرقوا ليا، ديك الساعه ليكوغرافي ديال الكرش كامله، انا عرفتيني قالوا لي غادي يديروا لك ليكوغرافي، قلت صافي بعد اش غادي يخرج لهم، الحمد لله داس الامور كلشي بخير، وميم طوم اللي داروا الكرش والله الا واحد هذا قالوا لي غادير ريون اكس، والله الا ناعس ناعس في لولي، جابوا لي واحد الروبو قدامي دخلوه عليا، داروا لي الريون اكس ما تحركت ما وقفت في الناموسيه ديالي، داروا لي هذوك لو بلون، راه الناس اللي تيعرفوا الناس الاطباء وداك الشيء الاصدقاء ديالنا اللي ولا ولاد الدريبه اللي هذا راه تيعرفوا تيديروا لو بلون لور باش دوك لي ريون اكس ما يخرجوش يمشيو شي بلاصه اخرى. ايوا المهم ديك الساعه ريون اكس في البلاصه دخلوها خرجوها تما غادي ما كاينتهم قد قد الخلق خرجوها، اي حاجه تنطلبها والله العظيم انا وليت حشمان، وشنو نقول لكم عندي تقريبا بين لي زيكيب ديال الصباح والعشيه والليل والله العظيم شي 30 واحد اللي تيدخل عندي في النهار بار جور، وعرفتي اوه بيان اوكيبي مشغول، ما تتحش براسك راك في السبيطار، كل مره هادو يهضروا معاك هادو يجيو الاخرين وهي غادي. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، عندي نوصل لكم واحد الفكره، وفي الصراحه شنو نقول، بقيت نشوف فرقة الخوس كبير، هذيك النهار سمعت واحد السيد مسكين داب بوا الدواء وبدلوه ليه بوا، وعرفتي بقيت انا في ذاك الوقيته تنتامل وتندير لا كومباريزون بيننا هنا وداكشي تنشوف المغرب واللي تنسمعوا عليه، عرفتي هاد الناس اللي تنعاود لكم عليهم هاد لي زانفيرميير ولا هاد الناس اللي تياخذوا الدم ولا شي حاجه، شي ميديكامون ملي تيبغي يجيبوه ملي تيبغي يجيبوه يعطيوه ليا، هما تيعرفوني وجالس معاهم في لاشومبر وعارفين لاشومبر ديالي وكل شيء، وعندي واحد بحال براسلي في يدي فيه سميتي ولا دات نيسونس وكل شيء، و ميم طون قبل ما تعطيني الدواء ولا تضرب لي البراق ولا شي حاجه تيسولوني على لا دات نيسونس ولا سميتي، ديما مره يقول لك هادي ولا مره هادي، تي علاش عتي كونفيرمي راك انت فلان، واش فهمتي، هو راه عارفك ولكن مالغري البروتوكول ديال السيستم ديال الخدمه ديالو خصو يسولك، يعني خصو يسولك داكشي تيسول تيكونفيرمي معاك تتقول لي انا فلان اه انت فلان وصافي، عاد تيعطيك المسائل. اش نقول لكم حاجه اخرى، الماكله ملي تدخل كل واحد على حسب المرض ديالو وداكشي تيعطيوه الماكله على حسب داكشي اللي جاك، تجيب الماكله تجيب ورقه فيها سميتك وهادي واش عندك واش عندك الكونتيتي وشحال، تجي مع الورقه مع الماكله ديالك، وانا هادي وانا ندير واحد لا كومباريزون في المغرب،
في المغرب الانسان تيكون في السبيطار، حنا داك الزياره ديال العائله ديالو داكشي تمشي نجيبو ليه شنو، تيقول لي راه غادي نمشي نزور فلان في السبيطار ولا كلينيك. اول حاجه تمشي نجيبو داك الديسير، ها البنان، ها التفاح، ها هادي، ها دانون، دانون جاي ما عاد كنعدمو الحانوت ديرو بشي ما عاد فين شي ايطاجير ما ديروش حتى الثلاجه بارد. الاخر تيجيبو ما عاد ساعتين ولا ثلاثه باش تيجي يوصل للسبيطار باش يدخل، وتيعطيك داك دانون تجيبو لك واحد المريض راه غادي تاكلو. باركونتر داك المريض راه مسكين، راه مريض، راه ما غادي ياكل لا تفاح ولا بنان، داكشي كاع اللي غتجيبو ليه ولا جيبو ليه ثلاثه الناس ولا اربعه اون ميم طون غادي يولي عنده واحد العرارم ديال بحال شي صندوقه ديال التفاح ومخلطه وما غادي ياكلهاش. وتبقى تنشوف دابا انا تنقول حنا هادو شو تيجيبو لك الماكله بالعمار وخصك تاكل، والاخرين تيجيبو لهم. المهم فرق كبير، نقول لكم صراحه فرق كبير. وشني النقطه الاخرى اللي بغيت نهضر لكم عليها؟ المهم شي حنا هادي واحد شويه فيها الضحك يعني. سمعتي وقع لينا واحد المشكل، شي عرفتي المغربي تيبقى مغربي والله خا تكون في كندا ولا في المان ولا ما عاد فيه. انا ملي قالوا لي اجي للمستشفى عرفتي جمعت الصاك ديالي، جمعت فيه الحوايج بعداك، سير السيرفيط هذا، جيب هادي، دير هذا، راك عارف الواحد غادي بحالي تحني راسي غادي مسافر شي قنت، غادي هزيت صاك عامر. وانا والمرض تبقى زين الماكله تاعنا، والله العظيم زين الماكله هادي، قلت لها راه البنانه راه هنا، صوبت لي الحصير، صوبت لي هذا، عرفتي بلا ما نشعروا والله غادي. المهم غادي شي واحد بحالي غادي غادي مسافر شاد الطريق بعدين انت غادي على السبيطار، عرفتي البنانه، التفاح، البسكوي. المشكل ملي مشينا يلا بغينا ندخلوا المستشفى، انا دخلوني لان قلت لهم مريض جاي، المراه حبسوها ما خلاوش تدخل، ما خلاوش بقات شاده داك الصاك ديالها حاصله. المهم انا دخلت صافي مشيت يديروا يقلبوني وداك التخرميز، هي بقى واحد اللي عندها الصاك، اش بقات تدير، بقات تضارب تضارب تماك باش تقول لهم والو هاد الصاك خصو يمشي يديو ليه، يديو ليه هاد الصاك. حتى شي والله العظيم والله ما كذب عليكم، والدكتور هو اللي جاب لي الصاك ما تخرجاتو. عرفتي السيد تحبو شي صويك صغيور، عرفتي ثقيل والله عرفتي جا سخفان، جاي واحد الصاك. انا مع ديك المرقه عرفتي حشمت والله تا حشمت، الصاك ثقيل. ملي شافوني زعما انا مريض، واحد الانفيرميير قالت لي انا نعاونك، نعاونك نزك داك الصاك، يتسحب شي صويك صغيور داك، عرفتي جات بغات تهزو ما قداتش، والله ما قدات. دابا المشكل انا ملي طلعوني لاشومبر وداك الشيء خبيته في واحد لارموار داك الصاك. دابا انا تيعطوني الماكله سبيسيال وداك الشيء محضيه ومقلبه، وليت نشوف انا دابا هالماكله تيجيبوا لي الماكله، وعندي دابا الماكله ما خصنيش ناكل الاخرى وما قديتش نبينها، قلعتي حاضيني عرفتي حاشاكم. الا مشيت للطواليت يعرفوا لي خصني نقول لهم راه مشيت للطواليت، تيعبروا شحال حاجهكم ديال البول ولا شي حاجه، المهم داكشي كلشي مسوي فيه. انا قلت الا مشيت تاكلي شي حاجه راه غادي غتبان فيا في البلاصه، بقيت ساكت. وهذاك الشيء عرفتي داز النهار الاول الثاني الثالث، شي بدات تعطي الريحه بدا حماض داكشي. الله يعطي كارثه، حنا المغاربه والله حتى العظيم من كارثه صاحبي. المهم انا هادشي كامل بغيت نوريكم، يعني راه مغربي تيبقى ديما مغربي، الله خا تمشي فين ما مشي يعني ديما ديك اللعبه ديال راه حضيع عندك الوقت عندك هادي دي معاك لا تكون الجوع تما. والمهم والله الا عرفتي شحال بقى راه بليس كو اون سيمين، حتى واحد النهار عرفتي بانت لي الغفله، مشيت داك الصاك لقيتو عرفتي الريحه عاطيه فيه داكشي تخلط وتجلط، ودرتو في واحد الميكا ومشيت لحتو في واحد الباني خارجه مشي ديالتي في لا شومبر باش يقولوا هذا راه كنتي ياكل هنا داكشي كاع فوسيت ليهم كاع لك الارقام ديالهم وداك التخرميز هادشي ديال المهم هذا بعد المغامرات اللي وقعوا لي في السبيطار. المهم اش غنقول لكم، والله العظيم كما قلت للاخوان انا الحمد لله، وهادشي اللي دازت وشفت
ايه لا نقطه اخرى قبل ما نخرج، ملي سال سيدي الطبيب قال لي صافي الامور كلها مادام ساليه ما ماذا، قال لي صافي ايه كملت يمكن طويله الفيديو، قال لي تخرج، عطاني الورق ديالي قال لي سير صافي. قلت له فين نمشي؟ قلت له نمشي مع الباب ولا نمشي شي بلاصه اخرى؟ قال لي لا سير بحالاتك دابا. قلت له وشنو ما نخلص والو ما ندفع حتى شي حاجه؟ قال لي ما تدفع لا شي حاجه، قال لي سير من هنا نزل سير بحالاتك. والله العظيم شديت لاسانسور نزلت مع الدروج، الباب بان لي قدامي، خرجت هز الساكي وزدت في حالاتي. وما نكذبش عليكم الاخوان، والله العظيم الانسان تيبقى تاملت بزاف الحوايج، وتنقولوا كن جينا لهاد كندا وبنادم تيبقى يكريتيكي ولا شي حاجه، والله العظيم الى الحمد لله. انا شخصيا نقول لكم ملي شفت هذا المنظر وهذا والله الى الحمد لله. وقلت لهم ملي قال لي تخرج تمشي بحال، قلت لي وما ندورش معاكم من تحت الطابله زعما شي حاجه وداك الشيء، كلشي بقى تيضحك زعما انا بغيت يعني تدوز 10 ايام ولا 15 يوم بالالات للتحاليل ليزاناليز اي حاجه، وفي الاخر تخرج تمشي بحالاتك، ما يتكلموا معاك ما يقولوا ليك لا هادي ولا ذاك يا الاخوان. وهذا الاخوان والله العظيم هذيك اللحظه انا خلاوها افتخار، والله العظيم افتخار باني واخا غادي تعجبش شي وحدين غادي يدير كريتيكي، ولكن غنقول لكم الصراحه لان ما عرفتش يقولوا لي هذه القضيه شي يسميوها الاعتراف بهذه المعاملات والشي ديال هاد الناس، انا افتخر باني كندي والله العظيم. نقولها لكم الاخوان وفرحان بها وبوجهي احمر والله. واش غنقول لكم الصراحه داكشي اللي تنسمعوه تنشوف على ما شفته، والله العظيم الى شي الامور تتازم وهذا وغادي على اللور ما كاينش حتى شويه ديال الضوء تيبان لكم من هنا لقدام. المهم يمكن الاخوان طولت، تنتمنى يكون هذا الفيديو خديتو واحد الفكره على الاقل تستافدوا منها وتعرفوا اش كاين وصافي. المهم هذا الديكور هذا الاخوان ديال المدام، هذا من الاعمال اليدويه ديالها. ها انتم انا غادي نوري لكم حتى شي مره وديروا لكم ولا شنو هو. ها انتم هادو صراحه يمكن يديا وين هذا حتى شي مره غادي نوري لكم تصاوب لكم. هذا راه مصوبه بيديها هو الديكور ديالو. المهم مشكل ما نهضروش على هذا من بعد ان شاء الله. المهم يعني باش نوريكم هذا الديكور راه مصوب ليدو عاد نقادو صافي كلشي مزيان. المهم تبارك الله عليكم الله يعاونكم. ايوا الى حلقه اخرى ان شاء الله بشي بلاتي سونطري. فوالا هو الديكور مزيان شي مره شي فيديو ديال الاكل شي حاجه تكون زوينه ان شاء الله. الى بغيتو ما بغيتوش كما العاده شغلكم هذاك. وتبارك الله عليكم وتحياتي للجميع الاصدقاء والصديقات اللي دعوا معنا واتصلوا بنا وشاركوا المحنه ديالي. بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.